استطاع التغلب على جميع التحديات التي واجهته وقهر الصعوبات وما أكثرها. هزم فيروس كورونا قبل أن يبهر الجميع ويتوج باللقب الأهم والأقوى والأعظم في عالم كمال الأجسام للمحترفين، وهو مستر أولمبيا 2020، بعد تدريبات قاسية دامت لأعوام وأعوام ليتغلب على أعتى أبطال اللعبة المحترفين في العالم، فيل هيث وبراندون كوري والإيراني هادي شوبان وويليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة. ممدوح السبيعي الملقب ببيج رامي ولد في 16 من سبتمبر عام 1984 بمركز البرولوس في محافظة كفر الشيخ، وتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية بمسقط رأسه. وضع رامي حلم كمال الأجسام نصب عينيه منذ الصغر، حيث كان يتدرب في صالة رياضية بمدينة بلطيم، واشتهر وذاع صيته وحقق العديد من المراكز المتقدمة على مستوى البطولات المحلية. وفي إطار بحثه عن مصدر دخل مناسب، سافر الأسطورة المصرية إلى الكويت عام 2010 للعمل مع أسرته في مجال الأسماك، ولكن كل هذا لم يمنعه يوما من السعي من أجل تحقيق حلمه الذي آمن به. لذا لم يكن غريبا أن يتدرب هناك في الصالات الرياضية، ثم يقرر إيقاف عمله في مجال صيد الأسماك والتفرغ للعبة تماما، وهو ما نتج عنه مواجهة صعوبات بالغة، خاصة أن اللعبة مكلفة مادية. لذا عمل بمراكز التدريب لأكثر من 8 ساعات يومية، ولم يستطع أن يترك هذا العمل حتى عندما كان يبدأ التجهيز للبطولات التي يشارك فيها. أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها، رافضا كل الإغراءات التي عرضت عليه للعب بأسماء دول أخرى. وسجل رامي أول ظهور له على مسرح مستر أولمبيا للهواة عام 2012، وكان وزنه 286 رطلة، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة نيويورك برو عام 2013. بيج رامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015 بحضور الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، وحصل وقتها على جائزة مالية كبيرة ليحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة. بدأ نجمنا رحلته مع بطولة مستر أولمبيا عام 2013، فحقق المركز الثامن في مشاركته الأولى، ثم المركز السابع في نسخة البطولة ذاتها عام 2014، والمركز الخامس عام 2015. وتقدم رامي في المراكز حتى احتل المركز الرابع عام 2016، ثم المركز الثاني في البطولة عام 2017، وتراجع للمركز السادس خلال مشاركته في نسخة عام 2018، حتى تحقق حلمه بالحصول على لقب البطولة في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مصر وإفريقيا. ولم يكتفي باللقب، بل فاز أيضا وقتها بلقب أفضل لاعب في البطولة باختيار الجمهور، بعدما صنع لنفسه شعبية عريضة هناك، بدليل أنه شارك بدعوة خاصة تمنحها مستر أولمبيا للنجوم فقط، بعدما تسببت كورونا في إبعاده عن البطولات المؤهلة للحدث الأكبر في العالم. بيج رامي فاز باللقب برعاية مصرية خالصة بعد انضمامه لفريق كوسكواد الذي يضم أكثر من 45 لاعبا في كمال الأجسام، ويستعد خلال الساعات المقبلة للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل خوض منافسات نسخة 2021 التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.